يصادف يوم 20 مارس اليوم العالمي لصحة الأم. يتم إطلاق هذا اليوم لكل عام لزيادة الوعي العالمي حول الأمور المتعلقة بالصحة الفموية وتأثيرها على صحة الجسد عامة، حيث أشارت نسبة الدراسات في دبي نسبة التسوس وصلت إلى 65% في السنوات السابقة بين طلاب المدارس. تم تقليل هذه النسبة بنسبة 3% بين طلاب المدارس عن طريق اتباع طريقة التفريش الصحيحة المنتظمة واتباع نظام صحي. بذلك نتمكن من تحقيق الهدف والرسالة نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. شكرا.